وتحسبا لعقد القمة العربية القادمة التي ستحتضنها بلادنا في الفاتح من نوفمبر الأغر. أود التأكيد بأن التحضير لها يجري بشكل ممتاز، بل قد انتهينا من كل التحضيرات من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، فضلاً عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعداً لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك كما قرره السيد رئيس الجمهورية، خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي. وسيكون هذا اللقاء العربي الهام موعدا للتأكيد مجددا على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.